هل أن لازم أكون خالي من الذنوب والمعاصي ولا أقللها كثر ما أقدر؟ شو هو الهدف اللي لازم أسعى له؟ أولا لابد أن الإنسان يعرف أنه قد كتب عليه الوقوع في الذنب. كتب على الإنسان أنه يذنب، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فالله عز وجل قضى وقدر علينا الذنب منذ أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. الإنسان يتعذب حينما يكون مثاليا، يعني يعتقد في نفسه أنه ينبغي عليه أن يكون معصوم، أنه لا يكون من المتقين ولا يكون من المؤمنين إلا إذا كان معصوما من الذنب. فإذا عرفنا أن هذا من طبيعتنا استطعنا بإذن الله تعالى أن نسلك الطرق الشرعية التي فتحها الله عز وجل لنا لكي نتجاوز هذا الذنب، لكي لا نكون مسجونين داخل هذا الذنب،